طيب خلينا نروح لكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي فيوتشر. كابتن محمد ازي حضرتك؟ والف مبروك طبعا اول 3 نقاط في الدوري العام المصري. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، الله يسلمك حبيبي، وحشني ومنور دايما ومتالق دايما. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام. الحمد لله، الحمد لله على الاداء وعلى النتيجه النهارده. يعني مباراه اولى المباريات الحقيقه لنادي فيوتشر في الدوري الممتاز بعد عدد كبير من الصفقات، اعتقد ان 3 نقاط مهمه جدا في اول الطريق يا كابتن محمد. طبعا اكيد يا كابتن، اكيد احنا عاملين فرقه جديده، صفقات جامده جدا ولاعيبه جامده جدا، كلها اهلي وزمالك وبيراميدز واسوان، كل الانديه. أيوه. الحمد لله، الحمد لله. طبعا ضربه بدايه مهمه جدا ان احنا نقدر في وقت قصير جدا في خلال الشهر نقدر نوصل بالتجانس ده واستيعاب الطريقه بتاعت الكابتن علي ماهر والطريقه اللي احنا بنلعب بيها. فبقول الحمد لله وبشكر اللعيبه على الاداء وعلى النتيجه، واللي جاي افضل ان شاء الله. وبشكر اللعيبه ومجلس اداره النادي اللي وفر كل حاجه للكابتن علي وللجهاز الفني. في مثل هذه المباريات ودايما اولى المباريات بتبقى محتاجه تجانس شويه، ولكن شفنا ان فيوتشر الحقيقه يمكن التجانس مش واضح قوي، ولكن قدرت تاخد 3 نقاط في ظل اولى المباريات الصعبه جدا. طبعا اكيد اكيد طبعا، التجانس هيجي مع كتر المباريات ومع كتر التمارين يا كابتن اسلام. دايما بنقول ان 20 تمرينه غير 30 تمرينه غير 50 تمرينه طبعا طريقه لعبنا، فهو ده. فاللي جاي ان شاء الله افضل التجانس. احنا برضه معانا لعيبه كبيره ولاعيبه مثلت انديه وبطولات ولاعيبه دوليه، فاستيعابهم بسرعه. فالتجانس ده ان شاء الله في خلال ماتش كمان او ماتشين هتلاقي الشكل احسن من كده. النهارده مضيعين فرصتين او 3، كان ممكن النتيجه تطلع اكتر من كده. بنلعب فرقه محترمه جدا مدعمه برضه بصفقات قويه، مع جهاز فني محترم بكذا كابتن مجدي عبد العاطي. فبقول الارض لك، واللي جاي افضل ان شاء الله. طيب برضه جمهور النادي الاهلي عايز يطمن على كابتن سعد سمير كابتن النادي الاهلي، وانا عارف ان انت كنت موجود معاه في المستشفى منذ قليل. يعني انا لسه موجودين الحمد لله، يعني سعد حالته مطمئنه، جرح بس فوق الحاجب كده بس كبير شويه. هو موعود، خلي بالك بالكلام ده. بنطمن الجمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله على سعد وجمهور نادي فيوتشر. فان شاء الله نص ساعه ويخرج من المستشفى. لا يعني هو مجرد جرح، ما فيش ولا ارتجاج ولا لا الحمد لله، الحمد لله بعد الاشاعات والطاقم الطبي كله بتاع النادي، احنا جهاز فني واللعيبه طلعنا من المباراه على 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 موجودين كلنا واطمنا عليه الحمد لله. يعني ان شاء الله لو متاح ان هو يتمرن بكره هيتمرن، ما فيش مشكله. لا صعب يا كابتن اسلام، لان خبطه جامده جدا وجرح جامد جدا، هيقعد تحت الملاحظه بس في البيت. يعني خلال نص ساعه هيغادر المستشفى، والجهاز الطبي عندنا بقياده الدكتور محمود شحات هيتابعه. يعني الكابتن سعد خد غرز يعني في فوق عينيه؟ فوق عينيه كده عند الحاجب كده كابتن اسلام. ممكن تقول لنا كام غرزه ولا صعب؟ اصل ممكن يعني الجرح كبير اقصد ولا صغير؟ كده يعني كام؟ من 10 ل 12 غرزه كده. 10 ل 12 غرزه، يعني يعني ان شاء الله يبقى جرح بسيط ويعود مره اخرى. سعد طبعا اللعيبه الرجاله وكابتن النادي وكابتن نادي فيوتشر، وسعد دايما ما بيحبش يبعد عن الملعب وما بيحبش يبعد عن التمرين، بس هنطمن عليه بكره اكتر. احنا خلال نص ساعه هيغادر المستشفى، وان شاء الله يكون معانا في التمرين من ابتداء من بعد بكره ان شاء الله. يعني ارجو ان انت توصل للكابتن سعد سلامات كل الاهلاويه وسلامتنا ليه مخصوص الحقيقه، لانه واحد من الرجاله اللي احنا دايما بنحب نتفرج عليهم في ملاعب كره القدم، سواء مع النادي الاهلي او مع نادي قبل كده او مع نادي فيوتشر حاليا. يعني يوصل ان شاء الله كابتن اسلام، وصل له الرساله بتاعت حضرتك بتاعت قناه النادي الاهلي. أشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي فيوتشر.